لو الحكاية فيها إن فيديو احنا قايمة ونشهد أسماء تمام، لأن في ناس أكيد وفي ناس أعطاها قلب وفي ناس كانت مجهولة خالص ما حضرتش جلسات، وكنا بنعاني مشكلة في تحضير جلسات مجلس الإدارة في الأعداد الموجودة، فده كله هيكون محل تقييم إن شاء الله في الشهر الجاي أو بعد، على أساس إن احنا لازم في قايمة اللي هدف خدمة التاجر فقط ولا تقبل اللي عايز عشان ياخد كارنيه ويبعد، خصوصا من المجتمع التجاري دلوقتي في احوج وفي اشد الحاجه ان يكون في ناس بتعبر عن التعبير جاهز، سواء على مستوى الشعب او على مستوى مجلس الاداره. فقمه العمل اللي هنا في الغرفه مجلس الاداره، فهيتم تقييم ال 11 المنتخبين على الاقل، على اساس ان الشخصيات اللي ما كانتش متواجده او ما عندهاش استعداد للمشاركه او استعداد للتواجد هي نفسها طلبت عدم الترشيح مره اخرى، او اللي هو مصر برضه على اساس ان هي ياخد التنميه وخلاص اعتماده على بعض الشخصيات اللي بتشيل القائمه من البشمهندس ابراهيم العربي. فاحنا هنرفض الكلام ده وهنستعين بشخصيات موجوده بره، اهمها واقواها عضو مجلس الاداره السابق ورئيس شعبه الاتصالات الاخ ايهاب سعيد اللي موجود معانا في نفس القائمه بتاعت البشمهندس ابراهيم. احنا بنتكلم في ايه؟ في نفس القائمه احنا ايا كان، لان الاخ ايهاب سعيد اضافه. انا ده رايي، تمام، انا ده رايي ان ما ينفعش يبقى في مجلس الاداره ما فيهوش الاخ ايهاب سعيد. تمام، ايهاب سعيد راجل له صاحب فكر وله دور، وكان له دور في تطوير شعبه الاتصالات وخدم قطاع كبير من صغار التجار في الشعبه. تمام، اللي هو عمله، فكانش وفق في الانتخابات اللي فاتت، كان هو الوحيد اللي في مواجهه القايمه. اعتقد ان تواصل دور انا برشحه ان يكون في الحسابات القادمه، لان في ناس كتيره ما قدتش خالص ولا عندها استعداد، وهيكون في بعض الاسماء كان مرحله التقييم بتاعتها هتخف. ده لما يرجع باشمهندس ابراهيم ونشوف ان شاء الله هيعمل ايه، واحنا معاه طبعا في اي حاجه. تمام، يعني اذا اللي انا فهمته ان حضرتك لو الباشمهندس نزل بقائمه حضرتك تكون ضمن القائمه، مش هتكون في قائمه مستقله عنه. لا، مفيش قائمه مستقله، احنا مش الهدف اللي هو قوائم ولا الهدف. انا هدفي واضح، ازاي نقدر نخدم التاجر، ازاي نقدر نظبط الجهاز التنفيذي، ازاي نقدر التاجر في القاهره يحس بينا. مفيش اختلاف مع الباشمهندس بريد كشخص، راجل محترم وكل يعلم وراجل صاحب فكر، لكن هو في خلاف مع بعض الاشخاص اللي هم ما بيقدموش خالص ولا متواجدين ولا عايزين. طبعا هنتكلم على الباشمهندس ابراهيم، نغيره ببعض الشخصيات اللي هو يرتقيها ان هي موجوده، خاصه ان في رؤساء شعب فاعلين وفي قيادات في العمل التجاري غير فاعلين، اكثر من ناس موجوده واتكلت بقى لها 4 سنين ما جاتش الغرفه مره. صحيح، تمام. طبعا احنا ما نقدرش ننكر مجهود حضرتك في حل بعض المشاكل، وكنت حضرتك بتنزل لما كانت المخابز بتكون تحت، كنت حضرتك من ضمن اعضاء مجلس الاداره اللي بينزلوا يهدوهم لما يكون في مصممين على الاعتصامات، وحضرتك كنت من ضمن الناس اللي بتحضر اجتماعات كتير مع الشعب على مدى الدوره اللي فاتت. اهم الانجازات اللي حضرتك فخور ان كانت من ضمن انجازات الدوره الجديده كمجلس اعضاء، اهم حاجه المجازر اللي اتقفلت في القاهره شعبه التواجد، لما جه محافظ القاهره الاسبق ابو عظيم وزير وقفل المجازر وقفل البتاع وتنبيه انذار واعتصم التجار في القاهره. حينها كنت بصفتي سكرتير عام وكنت في البرلمان، قدمت بيان عاجل في مجلس الشعب، والجزار هنا فتحنا لهم الجزار في المهندس ابراهيم العربي، وقعدنا وقفنا لغايه لما انتصرنا لهم وفتحنا لهم. اصحاب المخابز لما هم اعتصموا كانوا عايزين يوقفوا الانتاج في عهد الرئيس السابق محمد مرسي للتجاوزات اللي كان بيعملها وزير التضامن الاجتماعي او وزير التموين اللي هو الاخوان اللي كان موجود، والعائد اللي كان ظالم، وقفنا وتصدينا وقفنا ومنعنا الناس من التصادم او التظاهر او وقف انتاج الخبز. النهارده لما العيش لو الفرن قفل يوم واحد، مصر هتتعرض لمجاعه. اي حاجه الريف وقفت ونزلنا قيادات ومعاهدة مع القواعد، وقدرنا نوصل لاتفاق ارضاهم وارضى جميع الاطراف، الجنود ومشاكلها والدباغه اكتر من شعبه مش مجال استعراضها النهارده، لكن بنقول ان احنا الاولويات الشاغله لينا مشاكل التجار على المستوى العام، ازاي نوفر لهم من ان تبقى الغرفه التجاريه فعلا بيت حقيقي للتاجر. التاجر لا يعلم الا ان الغرفه هي وسيله للجبايه. احنا بنحاول نقدم له الدوره دي، وكنت سعدنا ان احنا قدمنا لاول مره منظومه للرعايه الصحيه
بمشروع الصحي المتكامل اللي اتعمل مشروع الرعايه الصحيه اللي اتقدم فيه حوالي 1200 فتره وجيزه واستفاد منه مبالغ اكثر من 700,000 جنيه لغايه دلوقتي، واحنا لسه ما تمناش السنه ورصدت بغرفه 2 مليون جنيه. هناك حالات ده كان يمكن انها يتم معالجتها في ظروف مرضيه لكثير من التجار الا هذا المشروع التكافلي اللي عملناه. بنامل في العام الجديد بفتح الشراكات الجديده ان يزيد وعي التاجر لاهميه المشاركه في منظومه التامين الصحي، وان يزيد وعي وان عشان نقدر نخدم اطراف اكتر. واحنا كمان اضفنا فوق ال 2 مليون جنيه، زودنا مليون جنيه تاني اضافي لمواجهه صندوق الرعايه الصحيه. بحثنا وكشفنا عن الاحداث اللي تمت في الاتحاديه وفي القاهره عموما المضرين من اصحاب المحلات التجاريه اللي تم تدمير واجهاتهم او وعملنا لجنه جان الحصر بقياده نائب رئيس الغرفه الاستاذ محمد غريب، وبعتنا مفتش الغرفه لتقييم الحالات وجاري صرف لهم تعويضات. نزلنا في الحريم بتاع المسك وباب الشعريه المحلات والورش اللي اتحرقت ومات ناس، وقلنا على تعويضات ان شاء الله تتم صرفها، لان اخر حاجه كنت بصيرها في اجتماع مجلس الاداره اللي فات. ما في شعبه من الشعب سواء كانت ليها مشاكل ضريبيه او جمركيه على طول بنتواصل، لكن انا بهيب بكل تجار العصر ده بيه، كان ايا كان نشاطه، دقال، جزار، دكتور، بتاع ده صيدلي، مستورد، مصدر، كوافير، ملابس، احذيه، كل نشاط من الانشطه التجاريه له شعبه بيه. في غيابك بيجي بعض الناس يجيب 10 واحدة تجاري يجيب 10 ويعملوا مهيئة مكتب ومجلس إدارة للشعبة في غيابك، وأنت لا تعلم شيء ولا تقدر ترفع. فعشان كده أنت كده كده بتدفع من الشعب، احرص على أن تعلم أن المواعيد الشعب والإعلانات اللي بتعملها في الصحف عن انتخاب مجلس كل إدارة، تعالى اسأل هنا، خد حقك، خش انتخابات الشعبة، خش انتخابات مجلس الإدارة، انتخابات مجلس الإدارة بعد شهور قلائل. نتمنى أن لا تكون حكر على أحد، لا عاطف الأشكوني ولا سامح ولا غيره. نتمنى أن تكون هناك منافسة حقيقية. أتمنى أن يشعر التاجر في القاهرة أن الغرفة لها دور، والدور ده مش هيتفاعل ولا يتعاظم إلا بمشاركة 70,000 اللي مسددين الاشتراكات لغايه 30/12 مشاركه فعاله سواء بالترشيح او بالانتخاب. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك استاذ مصطفى.